كانت بالأمس في اجتماع نقابات النقل العام والشاحنات اللي في اجتماعها قررت عزمها اتخاذ خطوات احتجاجية بعد ارتفاع أسعار الوقود. وكمان مرة منكرر إن شاء الله ما يكون وما تكون جيبة المواطن هي الحل، اللي هو اللي بيركب السيارة هي الحل الوحيد لارتفاع أسعار الوقود. الآن بقول لك سائقو الشحن العام، الشاحنات الكبيرة والونش، إنه هم ما حدا بنظر أيضا إلى مشاكلهم المتمثلة أول إشي باستخدامهم واستهلاكهم كميات عالية وكبيرة من الوقود، والتالي لما بيرتفع إلى هذا الشكل هم من أكثر المتضررين. رح نسمع منهم اليوم أكثر شو الخطوات اللي بنوا القيام فيها وأيضا شو الحلول في هذا الأمر. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأخ محمود الزهور، وهو مسؤول لجنة الشاحنات العامة في رام الله. أخ محمود صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور يا أختي، يعطيك العافية، تحياتي لإلك. الله يعافيك، يسعد صباحك يا أختي. أنت سائق شحن صحيح؟ صحيح نعم. وكنت بالأمس في اجتماع كلكم نقابات النقل العام على إثر ارتفاع أسعار السولار الوقود بشكل عام، يعني ارتفع سعر لتر السولار إلى 6.49 أجورا بعد ما كان 6.29 الشهر الماضي. حدثنا أكثر عن هذا الاجتماع وكيف سيؤثر ارتفاع الوقود عليكم كسائقي شحن. والله أول شيء برحب في صوت وطن وحياكم الله، يسعد صباح الجميع. أهلا بك. إحنا كسائقين شاحنات في عنا تركات كثير في البلد، عنا برام الله تحديدا، ماشي نقول على مستوى الضفة بس على مستوى رام الله كنا زمان نعبي 3-4 شيكل لتر، كانت توفي معانا ونعيش إشي كريمة ومستورة. بس اليوم لحق 4 و5 و6 ولحق 7 ونزل لحق 6.5 عفوا بيوز 7 كبل ونزل شوي، فكثير هيك وإحنا مش ملحكين عفوا، يعني عنا في عنا عبء كثير في الشغل، عنا بواجهنا مصاعب كثير، الغلا القطع السيارات، الكوشوك، الترخيص، التأمين، الضرائب، مش ملحكين. حتى يعني بعرف ناس كثير بكونوا واقفين محمش يديروا سولر، يعني السولر صبع عبء، يعني أصبح علينا عبء كبير. كثير سيارات بوقف وما معهم يديروا سولر، بيشتغلوا مع الناس واللي بياخذوه بحطوه على السيارة على التصليح على التظبيط. بالدرجة الأولى عندنا المشكلة هي اللي هي السولر، السولر لما يكون معك سولر بتشتغل تقصد باب الله، لما يكون معك سولر مشكلة، ولما السولر غالي. نعم. كمان احنا عندنا يعني التركات تبعنا مطورنا مش زي سيارات العمومي بلا مؤاخذة طول النهار بحط له 200 شيكل سولار بكفي طول النهار. احنا لما نشتغل منيح بدنا 1000-1500 شيكل 1200 شيكل يوميا، من 1000-1500-1200 باليوم تستهلكوا سولار من 1200-1500 تقريبا. من بنستهلك إذا في عنا شغل منيح بنطلع خارج رام الله بدنا فوق ال 1500 شيكل تقريبا، 1500 من 1000-1500 داخل رام الله بدنا 700 شيكل سولار 800-600 حسب الشغل. هلا احنا كمان عندنا مطارات كبيرة، هلا المطار مثلا زي السيارة اللي معاي 4600 حصان، كل 500 متر بدي لتر سولار عليهم. تصوري لما بدي امشي في اليوم 200 كيلو. هذا الكلام يعني خلينا نحكي قبل ارتفاع اسعار السولار، الان بعد هذا الارتفاع قديش الكمية اللي رح تحتاجوها وقديش التأثير عليكم كسائقي شحن رح يكون؟ ما هو يختي بيزيد كل يعني كل يوم في عنا، يعني لما في عنا كنا نعبي مثلا نمشي مثلا 100 كيلو بدنا تقريبا خلينا نقول مثلا بدنا فيهم 100 شيكل، اليوم صاروا 120، خلينا نقول ال1000 صاروا 1200، فهمتي يا اختي؟ زادوا علينا. صحيح. طب احنا ما بنشتغل، ولو قبضنا ال1000 اللي اشتغلنا فيهم ولا ال2000 ولا ال1500 ولا ال500 كمان في عنا استهلاك ثاني، في عنا
عندنا مشاكل بتواجهنا بالتصليح بالشوارع اللي في عندنا، مع احترامي لبلدياتنا كمان الشوارع عندنا يعني متابعة السيارات بتخرب السيارات، في عندنا كمان مع احترامي لأخوتنا في السير كمان يعني بوقفك بيقول لك ليش هاي الكوشوك عاطلة، طب ما أنا مش معيش أدير صلب بدي أنت ركب كوشوك منيح، الكوشوك اللي معي بكاربين 50% بيقول لك يا عمي هاي مخالفة 300 شيكل، طب ما أنا ناكل فيه بتسويش معاي 100 شيكل بتصفيش معاي 100 أتخالف 300 وين الصلر اللي كل يوم بيطلع. احنا زمان كنا نشتغل بسيارة واحدة ومصورين وحالتنا، اليوم عندي ثلاث سيارات. هل عمره ارتفع السولر إلى هذا الحد خلال آخر 10 سنوات؟ هو بس من 2000 ودور جاي صار يطلع، قبل 2000 كنا نعبيه بأجورات، عفوا في هالكلمة صحيح، بس هل عمره وصل إلى 6.49؟ أظني مرة وصل 6 مرة يمكن بال2014 ورجعنا نزلوا لنا اياه يعني نعم. ولو من الوقت هذاك يعني لما وصل 6 و7 تقريبا الا شوي نعم. تقريبا 7 ولو ظلوا مستمر ان كان عندنا 10 شيكل اللتر. طب احنا بلا مؤاخذه تروح الى الاردن دولتنا جارتنا الاردن، روح الى مصر لامريكا روح وين مكان ما عندهم غليان هذا السولر. احنا اغلى دوله بالعالم بنعاني من السولر. اسرائيل بي عندها البلو هذا برجعوا لهم اياه زي كضريبه برجع لهم، وبرجع هذا طبعا برجع للسلطه طبعا هذا البلو، بس احنا ما بيعطونا منه ولا شيء كاحنا سائقين كاصحاب مركبات. طيب شو مطالبكم اليوم المتعلقه بارتفاع اسعار السولار؟ يعني لوين رايحه خطواتكم؟ احنا والله بدنا ينزلونا هالسولار، يديروا بالهم علينا يسهلونا. كمان عندنا بتواجهنا كمان مشاكل، احنا بنشتغل على الحفريات في رام الله هلا، يعني في عندنا كسارتين ثلاث ما بيستوعب كل الطمم، في عندنا في مرات بيطلع معانا طمم وسخ كمان نعلق الامور كلها نشبك بعضها عفوا. كمان ما عندنا مكبات يعني مع اخواننا في البلديات يعني كانوا غلبونا شوي، اليوم بقول لك يا عمي بتحمل من هون بدك تروح على كسارة زمكنا، طب كسارة زمكنا او العمواسي او كسارة نوح، طب يا عمي هذول بطلوا ياخذوا منك صار في عندهم طمم فائض، طب وين نروح نكب في اراضي الناس؟ لا دينا ولا شرعا ما مش مقبول هذا الحكي. نكب في اراضي الناس يعني حرام شرعا طبعا. ما بنقدر نكب واحنا يعني ما عندنا هذا الحكي يعني. السولر صفه هو المشكله الرئيسيه عندنا يعني. طيب احنا في خطوات معينه يعني بالامس في اجتماعكم قررتوا تقوموا فيها؟ احنا بس نزلنا السولر واحنا تحت الامر مش فوق الامر، واحنا من هذا الشعب وبدنا نعيش، اما اذا ما بدهم مش نزلنا السولر عفوا في الكلمه يعني احنا راح يبقى في عنا تصعيدات لقدام. احنا في الزمانات كان في عنا شوفرية كانوا شوي صغير هيك مضروبين همجيين، كانوا همجيين كانوا شايف يا اختي يعني ما احترامي لهم يعني شوي صغير يعني طلعوا سكروا الطرق سكروا المنارة سكروا. انتوا شو بتفكروا يعني بالخطوات يعني شو بتفكروا تعملوا والله تصعيد يعني كيف راح يكون؟ راح يكون في عندنا شويه تصعيدات يعني يا اختي يعني مش راح نقدر نشتغل، راح نصف سياراتنا صفهم عند المسؤولين كلهم هاي سياراتنا عم تفضلوا ديروا لهم سولار اشتغلوا خذوهم، ما مش قادرين نشتغل مش قادرين نمشي يعني صف الوضع عندنا صعب كثير. فاحنا في راح يكون في عندنا تصعيد يعني تصعيد بالقانون يعني مش بدنا ضمن ما يكفل القانون بدنا شو اسمه بدنا نسوي اشي غلط ما بدنا نعمل اشي غلط، احنا جماعة بدنا بس تمام بدنا نعيش يعني انا تمام. يعني مثلا انا عندي 3 سيارات في غيري في عنده 3-4 بواقر كل باقر كل يوم بده 400 لتر سولر لما بيشتغل، والترك بده 150 لتر سولر وعدي معدات في رام الله يعني في عنا في نزيف هذا النزيف دموي اللي هو السولر لما كل يوم بيطلع 6.5 شيكل يعني انت بتحكي لما تروح على الكازية تروح على محطة الوقود تفلل بدك اقل شيء 2500 شيكل، طب شو بده يلمهم؟ اليوم بتروح على السولر كنا ندين لثلاث اربع اشهر، اليوم يا عمي على الكاش كمان الكاش مشكله والشغل مش جايب همه، انت فهمتي يا اختي؟ تمام شكرا جزيلا. في عندي كمان شاب بحب يحكي معك كمان تمام سريعا يلا مين معنا؟
خلاص خلاص مش مشكلة الشاب، خلاص بكل ما انت حكيت فيما في الكفاية. خلاص تمام، يعطيكم العافية الأخ محمود الزهور مسؤول لجنة الشاحنات العامة في رام الله، شكرا جزيلا لك.